كل البنات اللي يسألوني على القرنفل، بالذات الكسلانين اللي ما يهتموا بشعرهم، ما يعملوا ماسكات، ما يعملوا تونيك، لازم تجربوه. تحتاجي تقريبا من 15 ل 20 حبة، حتضيفيها على الشامبو، تفتحي الشامبو، تفتحي الغطاء وتضيفيها على الشامبو. كل قبل استخدام رجي كويس. طبعا أنا هذا الشامبو استخدام يومي للبنات، ححط لهم القرنفل. مرة معقم للفروة، ينظف الشعر، يعطي لمعة حلوة، ينشط الفروة كمان عشان ينبت الشعر الجديد. الحلو انه الوصفة ابدا ما هي مكلفة وتناسب الكل، تناسب الحوامل، تناسب المرضعات، تناسب الشعر المصبوغ والشعر المعالج، بالذات الاطفال اللي فروتهم دهنية. في كثير امهات دايما يشتكولي من شعر اطفالهم الدهني وانه ايش الحل. جربوا هذه الطريقة، وطبعا على اي نوع شامبو بإذن الله، بإذن الله من أول أسبوع حتحس بفرق.